ايرادات 450 مليار 460 مليار هذه العائدات تبع البلديات دفعنا 50% منه. فصلتهم بال 2018 كان 454 مليار دفعنا نصهم 227 227 مبدئيا مفروض انه الشهر الجاي ندفع منه. نحن عم ندفع، نحن اول الحكومة انه تدفع كل المستحقات توضعها 2018 انها لا نحن فيها لمخرين الحكومات السابقة، يعني ولا حكومة كانت تدفع، ما فينا ما ندفع. طبعا 2020 العائدات تقولهم ما بينت بعد، ما بتبين اخر السنة. البلديات هي لخدمة المحل اللي بتندفع فيها كبلدية، وهي للتنمية، وهي اليوم بظل الكورونا هي أزمة كبيرة أنه البلديات عم بتقوم محل الدولة أو كتير وزارات، عندنا أشغال بالتسفيت، بالطرق، بالكهرباء، بالمجاري، بالصرف الصحي، بالفيضانات، بالسيول، عندنا أعباء بالمراكز الصحية بالبلديات هلأ بزمن الكورونا. خير دفع المستحقات السيستم المالي تبع الدولة اللبنانية اللي هي ما عم تعطي أهمية لدور البلديات من خلال حجب أموال البلديات، إذا بتعطيها البلديات بتصرف أموالها بالمناطق تاعتها، وبنفس الوقت هلا عدم توافر السيولة يعني بالدرجة الأولى بهذه الفترة، وإلا هيدي أموال عن سنين سابقة وقيمتها الشرائية راحت.